رمضان اللي فات كان كتير حلو، بس رمضان هذا لا، رمضان راح منه حاجات كتير. اخواتي اهلي كلهم راحوا، بيتنا تهدم، لسه كمان في تحت الانقاض، لسه ما انطالوا تحت الركام، ما انطالوا اشي. حلم الصغار كله هذا ضاع، حلمهم العابهم كلهم كلها ضاع. ما فيش حاجة في رمضان نقدمها للعيال، لأكل، لحوم، زفر، أي حاجة نقدمها للعيال لحتى يقوتوا فيها ما فيش. إحنا عايشين على الشوربة، على المعلبات، على علبة فول، على علبة لانشون. بدناش، إحنا تعبنا، مرضنا من اللانشون، من البقليات هذي كلها تعبنا منها بجد. يعني عندي ابني قاعد بصيح بيقول لي انا يا ماما تعبت، بطني بتوجعني من اللانشون واللحوم، في لحوم كمان القطط ما بتقدرش تاكل. فيش مكان اني اروح له، في لا ايواء، لا مدرسه، لا المدرسة لو بدك تفكر انك تروح فيها كلها امراض، مرض منتشر فيها امراض. يعني مش عارف، خفت على عيالي، قلنا يلا خلينا تحت في البيت اللي انا كنت عايشة فيه، كان حلمي فيه، حلم ولادي، فكله اصبح ركام. رمضان اللي فات كانت احبائي وجيراني عندي، كنا بنقعد وبنسهر. رمضان هذا لا في احباب ولا في جيران، كلهم راحوا، كلهم راحوا، فيش غير انا وبعض الاطفال هذول وقاعدين هنا في البيت، والله يعلم ايش يصير فينا كمان. بس حمد